سلام الله عليكم مشاهدينا في لعبة الأمم، منذ انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع ايران انتهج سياسة الضغوط القصوى من حصار وعقوبات واغتيالات، لكن هذه السياسة يبدو أنها باءت بالفشل، لأنها لم تحقق أي نتائج، ولأن طهران لم تخضع للشروط الأمريكية ولم تدخل في مفاوضات جديدة. في مقابل سياسة ترامب تبدو ايران غير متشجعة كثيرا لخليفه جو بايدن. ولا سيما أن تغييرا يحدث في الموقف الأوروبي وحتى داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي الذي التي يدعو رئيسها إلى إجراء تعديلات في الاتفاق القديم وهذا ما يشير إليه المرشد السيد علي خامنئي أيوة ويحذر منه نتابع أوصي بشدة بعدم الوثوق بالعدو العداء لايران ليس مقتصرا على امريكا ترامب ولن يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت امريكا اوباما اشياء سيئه بحقكم وبحق الامه الايرانيه. ومع تسلم بايدن سلطاته الشهر المقبل واعلانه العوده الى الاتفاق عام 2015، تطرح شكوك كثيره بشان حلحله الامور بعدما تحدث جو بايدن عن الصواريخ البالستيه الايرانيه ودور ايران الاقليمي. وهذا ما يؤكده نتنياهو وبعض دول الخليج التغيير سيعتمد ما إذا انضمت أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة لكنها ستكون مفاوضات صعبة وصعبة للغاية ليس لدي أي أوهام حول ذلك وخلاصة القول أننا لا نستطيع السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية أنظروا إلى أي مدى أضر الرئيس بهذه السياسة لقد انسحب للحصول على شيء اكثر صرامه، وما فعلوه، لقد زادوا من قدرتهم على امتلاك مواد نوويه، انهم يقتربون من القدره على امتلاك مواد كافيه لصنع سلاح نووي. هناك قضايا الصواريخ، اعتقد ان كل هذه الاشياء ستكون صعبه، لكني اعرف شيئا واحدا، لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، ولهذا السبب يجب ان نكون جزءا من مجموعه اكبر. لا تتعامل مع ايران فحسب بل مع روسيا والصين ومجموعه قضايا اخرى. وبالتالي ما مصير الاتفاق النووي؟ هل هو حاليا في غرفه العنايه المشدده بانتظار اعلان وفاته او يمكن انقاذه؟ وهل يستطيع الرئيس الامريكي الجديد شطب العقوبات على ايران؟ او تخفيفها؟ وكيف ستنعكس علاقات ايران مع الغرب على الاقليم؟ مشاهدينا في لعبة الأمم لهذا الأسبوع معنا من طهران المستشار في مركز دراسات الشرق الأوسط دكتور محمد علي مهتدي. هنا في الاستوديو وزير الخارجية اللبنانية الأسبق الدكتور عدنان منصور. ومن واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق دكتور نبيل خوري. أحييكم ضيوفي جميعاً وإذا كنا نتحدث عن الاتفاق النووي فلنبدأ من حيث الملف من حيث البرنامج النووي دكتور محمد علي مهتدي حياك الله اسعد الله مساءك اسعد الله مساءكم تحياتي لكم حياك الله خصوصا مع الوزير الدكتور عدنان منصور حياك الله طيب دكتور محمد علي مهتدي عندكم في ايران ما هي التقديرات فيما يخص الحشود العسكريه او القطع البحريه العسكريه التي تدخل الان الى مياه الخليج او دخلت خلال اليومين الماضيين الى مياه الخليج، ارسال غواصات اسرائيليه وامريكيه بعضها محمل برؤوس نوويه. ماذا يقول الايرانيون او التقديرات في ايران حول هذا التطور؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني لحد الان لم نسمع اي توضيح او اي موقف من المسؤولين الايرانيين هناك اعتقد ان هناك نوعا ما نوعا من التجاهل لهذا التطور طبعا هناك كلام كثير هناك تحليلات هناك تحذيرات ب إمكانية اندلاع حرب إقليمية بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني فشخصيا أعتقد أن لأننا نقترب من الذكرى السنوي الأولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وهم يعتبرون أو يفكرون أن ربما إيران تقوم بعملية ما للانتقام أو للثأر من دماء هذه يعني هؤلاء الشهداء فأعتقد أن أن ما يجري من تحرك الغواصات والحملة الطائرات ليس إلا وضع إيران في حالة الانفعال بدل الفعل يعني استعراض قوه استعراض قوه لطمانه الخليجيين ليس الا لانهم يعرفون ان اي حماقه ممكن يرتكبون سيكون يعني شراره ل يعني هذا إمليمية. هذه عمليه استعراض عضلات دكتور نبيل خوري في واشنطن هناك استعراض عضلات امريكي اسرائيلي من خلال ارسال هذه القطعه البحريه القتاليه الى بالقرب من يعني بالقرب من ايران او في المياه الاقليميه في الخليج هو عمليه ضغط واستعراض قوى الواقع اننا في مرحله خطيره واغلب المحللين والسياسيين الامريكيين في حيره من أمل من امر دونالد ترامب، م. يعني لو سالتني هذا السؤال منذ عام او اكثر لكنت قلت انه عرض عضلات، م. ولكن الان في الشهر الاخير لاداره دونالد ترامب م. بالفعل يقوم باعمال ويتخذ قرارات غير منطقيه تماما وكثير ممن من يعرفه وممن حوله يقولون ان الرجل في حاله عصبيه يحاول تقويض الدستور الامريكي في الداخل وقد يفعل اي شيء في الخارج من الصعب التنبؤ به حاليا ولذلك هذه فتره خطيرة ويجب لكن السؤال هنا دكتور نبيل اذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب أنه يفرغ هذه العصبية وهذا الانفعال بلحظة معينة هذا بيده الموضوع يعني الرئيس مطلق اليد في هذه المرحلة قبل شهر من مغادرته في أعمال عسكرية خطرة يمكن أن يعني تأخذ المنطقة والولايات المتحدة إلى مخاطر كبيرة مع الاسف لقد تبين في الاربع سنوات الماضيه ان هنالك ثغرات في النظام الامريكي الذي كان يعتمد الى حد الان الى توازن القوى توازن السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وكذلك عقلنت المؤسسات الامريكيه وامكانها ردع اي عمل طائش من قبل الرئيس ولكن وجدنا او وجد ترامب ان كثير من هذه الامور هي اعراف اكثر مما هي قوانين وانه يمكن تجاهلها وقد تم ابطال مفعول كثير من المؤسسات الامريكيه بتغييره لرؤسائها ومدرائها مم. وعين في أماكنهم أشخاص غير كفؤين ولكن يعطوه الطاعة الكاملة وحتى في البيت الأبيض كثير من المقربين يعني في الأربع سنوات الماضية أكثر من 120 شخص كانوا معينين من قبله ولكنه وجد أن ولاءهم ليس كافيا تم طردهم وتبديلهم بأشخاص آخرين لذلك ما كان في الماضي يعتبر روادع في النظام الأمريكي حاليا غير موجودة ولذلك أقول أن الوضع خطر دكتور عدنان منصور يمكن أن نأخذ تقييمك للوضع الآن خاصة اليوم يعني تقريبا كل التقارير تتحدث عن الاجتماع الهام الذي جرى في تل ابيب بين رئيس هيئة, هيئه الاركان المشتركه الولايات المتحده الجنرال مارك ميلي ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي فيفكو خافي والمداولات الطويله التي شارك فيها رئيس شعبه الاستخبارات العسكريه تمير هايمن رئيس شعبه الشعب الاستراتيجيه الدائره الثالثه الى آخره كبار الضباط الامنيين والعسكريين في 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 اسرائيل هذا مقلق ام بالدبلوماسيه يمكن ان نقول شيء اخر لا شك يعني انه المرحله التي نمر بها حساسه لا يمكن الجزم بان نقول ان الرئيس ترامب لا يمكن ان يخطي يخطو خطوه متطرفه مم. وبالوقت نفسه لا نقول انه لن يخطو هذه الخطوه مم. خاصه ان الرئيس ترامب منذ اربع سنوات منذ تقلده الحكم في الولايات المتحده اتخذ سلسله من القرارات المتهوره على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الاقليمي في المنطقه يعني ضرب عرض الحائط كل الاتفاقيات كل القوانين الدوليه ذات الصله بقضايا المنطقه وغيرها اليوم رئيس ترامب لم يكن يتوقع انه سيفشل في الانتخابات الرئاسيه م. للمره الثانيه م. واصبح يعني كالطير المذبوح يرقص من الالم يريد ان ينتقم يعني يريد ان يسجل عمل ما علي وعلى اعدائه هذه المساله خطيره اليوم التهويل الامريكي ليس بجديد التهويل الامريكي العسكري منذ سنوات طويله منذ ان بدا الاشتباك الاشتباك ما بين الولايات المتحده وايران او ما بين الغرب وايران ككل نعم. هذه العمليه لم تتوقف ولكن اليوم قبل مجيء يعني تقلد بايدن عشرين شهر القادم رئاس الجمهوريه علينا ان ناخذ بالحسبان ما يجري اليوم من ربما من عمليه متهوله ضد ايران طيب هنا فقط معالي الوزير وايضا المشاهدين هذا يعني عرضة وسائل الاعلام الاسرائيليه هذا الفيديو الذي يظهر الان امامكم على الشاشه للغواصه الاسرائيليه التي عبرت قناه السويس كما نشاهد باتجاه البحر الاحمر ودخلت مياه الخليج. هذه هي لا واضح. هذا مسار الغواصه الاسرائيليه يعني آه آه حت ي... إيه حتى لو وصلت الغواصه الاسرائيليه الى مياه الخليج نحن لا ننسى ان دول الخليج على ارضها قواعد عسكريه م. بريطانيه وامريكيه وهناك قطع اسطول الامريكي متواجد بشكل م... بصوره متواصله يعني لكن دكتور أ... أي السؤال أي... الان في في يعني لدى اغلب المراقبين اذا كان في هناك نوايا عسكريه دكتور أه 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 تغامر الولايات المتحده بمستقبل اسرائيل، أسترد. كل جنرالات ده. ايران يقولون عندما نتعرض لاعتداءات ده. سا يعني ندمر رغم كل في... هالحشود ده. الحاصله الان، شخصيا انا استبعد اي عمل عسكري ضد م... ضد ايران، م. عمليه تلويح، عمليه ترهيب، عمليه تهديد من اجل عوده ايران للملف النووي حسب دعاء الولايات المتحده م. على اعتبار انها تعتبر ان وكأن ايران هي التي انسحبت من الاتفاق علما ان الذي طعن الاتفاق والذي انقض على الاتفاق هو ترامب سنتحدث عن هذه المرحله إذن مع علي الوزير اذا إيه؟ العمل العسكري نتائجه العكسيه ستكون رهيبه ليس للمنطقه ككل، هل تتحمل اسرائيل في الوقت الحاضر حرب مدمره في المنطقه اذا ما قامت باي عمل عسكري؟ حتى الولايات المتحده اذا ما قصفت ايران هل ستنئو من خلال تواجد العسكري في المنطقه وان يلحق الدمار باسرائيل اذا الحرب لن تقتصر على مساحه جغرافيه معينه وانما ستشمل المنطقه غربي اسيا كلها طيب فيما يتعلق بالملف النووي هنا مشاهدينا وايضا ضيوفي ساستعرض فقط بشكل سريع ما قالته فورن بوليسي فيما يتعلق بالعوده للاتفاق وهو موضوع البرنامج وان تحدثنا عن تطور الاحداث العسكريه تقول فورن بوليسي ان التسرع في استعاده الصفقه النوويه التي انسحب منها دونالد ترامب سيجعله يبدا رئاسته بجدل واسع ويؤدي الى مزيد من الازمات والمشاكل على خلفيه تصريحات التي اكد خلالها أنه مصمم على إحياء الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل، هذه الخطوة تتعارض مع نصيحة الكثيرين الذين يرون في خطة العمل الشاملة عيوبا كبيرة، حيث حثوا بايدن على عدم التفريط في النفوذ الأمريكي الذي تسببت فيه حملة الضغوط القصوى، ونصحوا الرئيس الجديد باستثمار هذا النفوذ وتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني للتفاوض على صفقة أفضل وجهة نظر هذه دكتور مهتدي في 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 طهران أن لا يتم إلغاء كل شيء بل استثمار الضغوط القصوى على إيران أنتم في إيران تعتبرون الضغوط القصوى يمكن أن تجر الدبلوماسيين الإيرانيين إلى تقديم تنازلات على اعتبار أنها ضغوط غير مسبوقة مارسها دونالد ترامب يمكن أن تلين الموقف الإيراني مع بايدن؟ لا أبدا أعتقد أن الرئيس ترامب كان واهم أن الضغوطات القصوى ممكن تجر الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات كان مخطئا في حساباته لأنه اتصل حتى السفارة السويسرية في يعني ارسل رقم هاتفه من خلال السفاره السويسريه للرئيس روحاني وقال انه هو ينتظر ان يرن تليفونه وانتظر سنين والتليفون لم يرن ولم يتصل احد معه يعني اعتقد انه هو لا يعرف الشعب الايراني والثقافه الايرانيه انه ايران لا يمكن ان ترضخ للضغوطات وللتهديدات يعني اذا اراد ان ينجز شيئا كان يجب عليه ان يتحدث مع ايران بلغه الاحترام وبلغه القانون وليست بلغه البلطجيه البلطجيه بالأساس مرفوض طبعا يعني لا يمكن ان ان يجعل الايراني انه يرضخ و يستسلم لكن و... بالمقابل دكتور مرتدي عندما جرت عمليه اغتيال العالم النووي فخر زاده الجدل داخل ايران كان محتدم للغايه بين فريقين وكان فريق الرئيس روحاني يقول لا تضيعوا علينا الفرصه نحن امام فرصه للاتفاق مع بايدن والخروج من العقوبات وتحسين الاقتصاد لا نريد أن نسقط في الفخ العسكري و يعني نحرم من هذه الفرصة بمعنى أن إيران تنظر إلى إدارة بايدن أو قدوم بايدن على أنه فرصة لا يجب إضاعتها هذا صحيح يعني هناك تياران دائما في, في, في إيران تيار كان يطالب بالانتقام السريع وسائر لاستشهاد الدكتور فخري زاده، واما التيار الاخر المتمثل باداره الرئيس روحاني كان يعتقد ان هذا فخ ويجب الا يعني يجب ان نتجنب الوقوف في الفخ وننتظر ننتظر لانه ترامب في هذين الشهرين حتى 20 كانون الثاني يعني يريد ان يعمل شيئا ما فالمفترض انه لا, يعني لا نقع في الفخ وننتظر حتى نرى إنه الرئيس بايدن اي سياسه سوف يتخذ في المقابل هناك تيار متشدد ويعتبر ان ليس هناك فرق بين ترامب وبين بايدن يعني هناك ادله وهناك اثباتات <applause> ان امريكا سواء كان ترامب او بايدن لا يعني يقولون يعني نفس الشيء دكتور دكتور محمد علي وهون انقل الدكتور نبيل خوري يعني في يقولون يعني اليوم هناك توصيف لما يقوله جو بايدن بأنه نفس ما يقوله دونالد ترامب في الاتفاق النووي لكن بطريقة مختلفة يعني دونالد ترامب قال أريد أن أتحدث في موضوع الصواريخ البالستية أريد أن أتحدث في موضوع الدور الإيراني في الأقليم وأريد اتفاق جديد اليوم جو بايدن يقول نفس الأمر لكن يقول أريد أن أعود للاتفاق يعني وكأنه نفس الشيء ولكن بلغة مختلفة الواقع أنه هنالك فارق كبير بين الرجلين دونالد ترامب قال في الحمله الانتخابيه الاولى ان اول شيء سيفعله في البيت الابيض هو تمزيق هذه الاتفاقيه وبالفعل خرج منها بينما جو بايدن يقول انه في اول يوم له في البيت الابيض سيعمل على اعاده دخول امريكا الى هذه الاتفاقيه، فالنوايا مختلفه. آآ اضافه آآ دونالد ترامب لم يخسر شيء بالنسبه للضغوطات التي مارسها، لانه بالفعل لم يكن ينوي الدخول في مفاوضات مع ايران، لم يكن ينوي العوده إلى الاتفاقية بأي شكل من الأشكال وكان فقط يطلق التصريحات غالبها لاستهلاك محلي في الولايات المتحدة ويعني أقول لك مثلا أنه لم يجهز حتى فريق دبلوماسي متخصص بشأن الإيراني لم يتم تجهيزه يعني استعدادا لاي والآن مفاوضة. دكتور نبيل ما ما ينشر عن من تقارير عن عن فريق بايدن الذي يفاوض ايران سرا حتى قبل يعني خلال فتره الانتخابات هذا صحيح وهذا يعتبر مؤشر جديه لاداره بايدن في التعامل مع هذا الملف نعم بايدن يحضر نفسه بشكل مهني وقد عين أشخاص مختصين في كل الوزارات وبلينكن نفسه الذي سيكون وزير الخارجية مطلع كثيرا على الملف الإيراني وبالفعل شارك في العمل م. على إبرام أو هذا الاتفاق عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس ولكن يجب أن نعلم أن الملف هذا الملف الإيراني شائك يعني إدارة رئيس أوباما مع أنها نجحت ونجاحا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق ضحت بعدد من الأشياء أو ارتكبت عدد من الأخطاء وهنالك فرصة لجو بايدن أن يصحح هذه الأخطاء اليوم أول وأهم خطأ هو التضحية باليمن من اجل ان تكف السعوديه عن معارضتها للاتفاق النووي، وارضاء لها لانه قالت انه عندها مخاوف من ايران الى اخره، فكان كبش الفداء الشعب اليمني، وهذا ما يعلمه بايدن وما ضغط عليه من قبل الكثيرين، وانا نفسي وقعت عرائض وقدمناها له بهذا المجال أن إنهاء الحرب في اليمن يجب أن تكون أولوية تمام. الآن الملف الإيراني يعني برغم أن هنالك لائحة طويلة م. من الأولويات ضرورية لبايدن ولكن في السياسة الخارجية الملف الإيراني يأخذ مرتبة أولى ليس فقط لأهمية إيران والموضوع النووي م. ولكن أيضا لأن العلاقة مع إيران تحتوي ازمات كثيره في المنطقه، يعني الملف النووي انا اعتقد انه ليس من الصعب العوده اليه، ولكن هنالك اتفاقان اخران يجب ان يحصلا تقريبا بنفس الوقت على الاقل المفاوضات، اولا ملف اخر اتفاقيه اخرى حول حد الانتشار الصواريخ البالستيه في المنطقه. نعم. وهذا يعني ليس إيران فقط ولكن دولا أخرى م. وأيضا ملف ثالث وهو حل هذا كان فيه. بالاتفاق دكتور نبيل وهون اسمح لي أيضا بدي أخذ رأي مع الوزير في الاستوديو دكتور عدنان منصور هذا هذا في الاتفاق 2015 الموقع بين مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران في معروف باتفاقية العمل الشاملة المشتركة كان الاتفاق ينص على أنه المفاوضات تتم فقط حول البرنامج النووي الايراني، الامور الاخرى لا, لا لا تدخل في هذا الاتفاق حسب ما اشار اليوم مسؤول ايراني او يوم امس انه في قرار دولي بمجلس الامن ينص على هذا الامر، اليوم في مطالبات جديده، يعني في عندك موضوع الصواريخ، في عندك موضوع الدور الاقليمي لايران، وفي موضه جديده يعني طلعت او مطالب جديده طلعت خلال يومين هو اشراك دول اخرى في المفاوضات. أه؟ الذي يتحكم بالعلاقات الامريكيه الايرانيه هو عدم الثقه بين البلدين على اساس ان اليوم الولايات المتحده سياساتها تجاه ايران معروفه سياسات عدائيه منذ قيام ثورتها حتى اليوم، سلسله العقوبات الاحاديه التي اتخذتها الولايات المتحده منذ عام 79 مرورا بال 95، وبعد دعمها للعقوبات الامميه وصولا الى العقوبات التي فرضها ترامب. اذا هذه التركه الثقيله التي تركها الرئيس ترامب لخلفه جو بايدن. ليس من الامر سهل اتصور ان رئيس بايدن المنتخب سيتوصل الى حل فيما يتعلق بالملف النووي الايراني على اعتبار ان ايران سياستها تجاه الملف واضحه، هناك اتفاق وقع من قبل المجموعه الدوليه وعلى الولايات المتحده العوده الى هذا الاتفاق قبل البحث في اي امور اخرى، ولكن الولايات المتحده تريد ان تجر إيران إلى مفاوضات جديدة لإدخال نقاط على اتفاق جديد منها ملف الصواريخ منها السلوك الإيراني في المنطقة وتعاطيها مع أحداث المنطقة هذا الأمر لا أتصور أن الإيرانيين سيقبلون دكتور ب... هون الإيرانيين لا يريدون ادخال هذه البنود او هذه المطالب الجديده في الاتفاق النووي، لكن لا يمكن ان يكون هناك اتفاق جديد حول بعيد عن الاتفاق يمكن لكل موضوع له اتفاقات محدده، يعني محادثات تجري حول مواضيع، لا يمكن ربط كل المواضيع في نفس الملف، يعني الملف النووي الايراني وملف الصواريخ والسلوك الايراني كما تدعي الولايات المتحده، هذا الامر لا يمكن بحثه خاصه وان امريكا انسحبت من هذا الملف النووي الايراني. اذا ايران بقيت ملتزمه بهذا الاتفاق وتقول اذا هناك نيه للرئيس بايدن ابدى عن رغبته للعوده الى الاتفاق النووي، العوده الى الاتفاق الذي وقع عام 2015 وليس الى اتفاق جديد نجر ايران وكأن ما الذي فعلناه في الماضي شطبناه ونريد ان نبدا بمحادثات جديده، ربما المحادثات الجديده حول هذه الامور سنوات لكن دكتور عدنان بايدن يستطيع العوده الى هذا الاتفاق بدون اي تعديلات الان لا. ما بقى يعني ما. هل يستطيع تجاوز لذلك اقول يعني عدم آه. الثقه مو... م... للاسف تتحكم بالعلاقات م. اليوم الرئيس جو بايدن لا يمكن ان يعود الى الاتفاق النووي ويت... ويتخلى عما فعله بالكامل سلفه ولا ننسى ايضا ان في الداخل الامريكي هناك لوبيات تعمل من اجل الحفاظ على ما تركه الرئيس ترامب من خلال العقوبات المفروضه على ايران على ايران، وايضا المتغيرات التي حصلت في المنطقه من خلال اعتراف دول عربيه باسرائيل، كل ذلك يعني سيؤسس الى عمل مشترك امريكي اسرائيلي عربي اتجاه ايران يعني طيب. الموضوع العربي واشراك دول اخرى في المفاوضات بدانا نسمعه يكتب عنه في مطالبات من هذه الدول تنسيق بين الامارات البحرين واسرائيل للضغط على اداره بايدن للاشتراك في هذه المفاوضات سنتحدث عن هذه المساله بعد الفاصل وفي مساله وجهتي نظر في الولايات المتحده التي لا يبدو ان احداهما تنتصر على الاخرى حتى هذه اللحظه، وجهه نظر انه الاتفاق يحد من قدره ايران على الوصول للسلاح النووي أه والوجهه النظر الاخرى ان الاتفاق اعطى ايران فرصه ان تحصل على تمويل وعلى راحه يعني وضعها في الاقليم يعني اي وجهه نظر في الولايات المتحده في نهايه المطاف سوف تحسم المساله مشاهدينا بعد الفاصل أرحب بكم مشاهدينا في لعبه الامم ايضا ارحب بضيوفي مشاهدينا قبل فاصل تحدثنا عن اشراك او طلب اشراك دول اقليميه كلها على خصومه مع ايران في هذه المفاوضات جاي سولومون مؤلف كتاب حروب ايران في ذهل يقول تحت عنوان اشراق قوى الشرق الاوسط لضمان اتفاق نووي مع ايران ما يلي يقول اتصفت جميع المحادثات التي اجرتها الولايات المتحدة مع ايران سابقا بغياب دول الشرق الاوسط، وقد يجادل النقاد بان اشراك اعداء ايران التاريخيين سيحبط المساعي الدبلوماسيه، لانه من شبه المؤكد ان اي امل في ضمان اتفاق طويل الامد مع ايران وتنفيذه سيفشل من دون ادراج هؤلاء الاعداء. نجاح خطة بايدن الأوسع نطاقا يستدعي قيام واشنطن بتغيير جذري في هيكل الدبلوماسية التي اتبعتها مع طهران على مدى العقدين الماضيين وقد يتخذ الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الشرق الأوسط المتواجدة في الخطوط الأمامية في المساعي الدبلوماسية تجاه إيران إشكالا مختلفة وهو لا يعني بالضرورة جلوس هذه الدول مباشرة مع الدبلوماسيين الإيرانيين وأبدت طهران رغبتها في إجراء محادثات أمنية مع السعودية والدول الأخرى في الخليج، لكنها ترفض الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل، ولا بد للتقدم التاريخي الذي شهدته العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج في الأشهر الأخيرة أن يعزز قدرة إدارة بايدن ومجموعة الخمسة زائد واحد على استخدام هذه الدول في دبلوماسيتها مع إيران، وتتحدث إسرائيل وهذه الدول العربية بهدوء عن تشكيل كتلة أقليمية لمواجهة إيران على غرار حلف الشمال الأطلسي وهذا من شأنه أن يضفي طابعا رسميا على التعاون الاستخباري والعسكري السري الذي كان مستمرا بين هذه الدول في السنوات الأخيرة حسب رأي الكاتب في ذهل دكتور محمد علي مهتدي لماذا ترفض إيران إشكا إشراك دول المنطقة بعض دول المنطقة التي تطلب ذلك في هذه المفاوضات علما ان الموقف الرسمي الايراني يدعو هذه الدول لمفاوضات حول استقرار الاقليم، ايضا في مبادره هرمز الشهيره او هرمز الشهيره للحوار بين دول المنطقه، يعني ايران لا ترفض مبدا الحوار مع هذه الدول لكنه ترفضه عندما يتعلق الموضوع بالاتفاق الدولي. يجب أن نميز بين موضوعين أستاذ كمال موضوع أمن الخليج الفارسي نحن من أول ما انتصرت الثورة اتصلنا بهؤلاء الأخوة وطلبنا أن نتفق على صيغة أمنية لكل دول المتشاطئة في الخليج للحفاظ على أمن الخليج أمن جماعي بصورة مشتركة بالتعاون بين الجميع والاستغناء عن الأمن المستعار الخارجي لأن الخارجي لا يريد الأمن لنا يريد مصالحه فهؤلاء الإخوان رفضوا الاختراع الإيراني ودائما كان الاختراع موجود وكان زيارات للرئيس محمد خاتمي وللرئيس أحمد النجاد إلى الرياض إلى الدوحة إلى العواصم الخارجية والتأكيد على ضرورة يعني هكذا اتفاق بين الدول الخليجية يعني ست زائد واحد ستة زائد اثنين أو ستة زائد ثلاثة إيران على العراق اليمن للحفاظ على أمن الخليج دائما هؤلاء رفضوا هذا الاقتراح أما الموضوع الآخر موضوع النووي المفاوضات كانت بين إيران وخمسة زائد واحد وهؤلاء لا شأن لهم يعني الخليجيين. إذا هؤلاء أرادوا أو طالبوا بالمشاركة في المفاوضات مجرد حتى يقولوا أن لديهم استقلالية في القرار و ولديهم يعني مهم طب هم هم يطرحون لهم. دكتور مهتدي دكتور محمد علي يعني مهتدي هم يطرحون يطر يطالبون بمفاوضات على غرار مفاوضات كوريا الشمالية حيث تشترك اليابان وكوريا الجنوبية في هذه المفاوضات يعني يقولون لماذا هناك فوضتم كوريا الشمالية بحضور الدول المنطقة المعنية وأنه في منطقة الشرق الأوسط نحن غير موجودين لا بالنسبة للملف النووي لحد الآن المفاوضات كان وسيكون بين إيران وخمسة زائد واحد يعني خمسة الأعضاء الداعمين للمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا وليس هناك اي سبب او اي يعني يعني اي ضروره لاشراك الاخرين سواء اليابان او كوريا الجنوبيه او السعوديه او الاخرين، يعني هؤلاء لا شان لهم. نعم. طيب هنا هنا دكتور نبيل حلفاء يعني هذه الدول المعاديه للاتفاق النووي المشجعه لدونالد ترامب على الخروج من هذا الاتفاق إسرائيل بعض دول الخليج هي ستكون معضلة لبايدن لأن هؤلاء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وإذا وقفوا ضد هذا الاتفاق يعني أنه في مشكلة لدى إدارة بايدن في المضي في هذا الاتفاق ليس كذلك كما قلت سيكون تحدي كبير أمام بايدن أنا عملت في يعني بالخارجية مع عدة رؤساء وعدة وزراء خارجية ويجدر الذكر بأن جيمس بيكر برغم إذا كان الواحد موافق أو غير موافق على السياسات التي اتبعها ولكنه كان وزير خارجية شديد التنظيم صارم جدا في إدارة الملفات وواضح في تقسيمها آه 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 الآن بايدن يحتاج الى شيء من هذا النوع المهم هنا ان نعود الى الاساس وهو علاقه الولايات المتحده بايران هذه العلاقه متوتره ممكن ان تؤدي الى مخاطر فكيف نعود بها الى نوع من التبادل الدبلوماسي والتعاون في شؤون المنطقه الى اخره نعود بتقسيم الملفات وليس في خلط الامور ببعضها البعض. يعني الملف النووي كما قال الدكتور ضيفكم من طهران هذا للخمسه زائد واحد ولا يعقل في هذه الفتره ان نعقد الامر بل فقط ان نعود الى اساسيات هذا الاتفاق ولكن بنفس الوقت العلاقه ككل في تحت مظله العلاقه بين امريكا وطهران يجب ان يكون هنالك ملف ثاني منفصل عن الملف الاول ولكن سائر بنفس التوقيت ويكون فيه لجنه مختلفه طبعا تخضع بالنهايه الى الرئيس والى وزير الخارجيه وتناقش موضوع الصواريخ الباليستية. نعم في هذا الموضوع يمكن لدول منطقه ان تشارك م. على اساس انه في اسئله اسئله وجيهه دكتور نبيل يعني مثلا في الوقت الذي تعطي فيه واشنطن الدول المعاديه لايران الاف 35 مثلا للامارات طائرات الاف 35 وفي زياده ميزانيات الانفاق العسكري في هذه الدول سواء كان اسرائيل او حتى الدول الخليجيه مثل الامارات والسعوديه وهي خصوم لايران يطلب فيها من ايران التفاوض على صواريخ بالستية يعني الايرانيين يقولون كيف يمكن ان تفاوضون على قدراتنا العسكريه بينما خصومنا تعطوهم اسلحه متطوره هذا جانب فيما يتعلق بالدور الاقليمي طيب اليوم الايرانيون يقولون طيب ما في اكثر من دوله اصبح لها سياسات خارج الحدود، يعني مثلا تركيا لديها ايضا دور في الاقليم في ليبيا، في سوريا، في العراق، في قطر في الى وبالتالي لماذا لا تطالب مجموعه دوليه او المجموعه الدوليه بان يتم الحديث عن الادوار الاقليميه في في المنطقه وليس فقط عن دور ايران، يعني هذه اسئله يطرحها الايرانيون ربما اليوم. اعتقد انه يعني بلاش نعقد الامور كثيرا لما نروح لملفات اخرى اظن كما قلت يجب ان يكون مدير هذه المفاوضات صارم جدا في تحديد الاهداف ومن يشارك بالمفاوضات وكيفيه الانتقال مما من من نحن عليه اليوم الى وضع نبعد عنه شبح الحرب في المنطقه م. فلا داعي بتعقيد الامور مع تركيا الان آه، و 35 يعني آه، موضوع هنا يمكن. هنا دل... دكتور هنا لا اقصد ان ان تتشعب المفاوضات الى تركيا والى الامارات هنا اقصد بأن الايرانيون سيقولون ذلك لماذا تتفاوضون معنا على صواريخنا بينما الاخرين تعطوهم اسلحه وفي زياده بالانفاق العسكري والاخري يعني الايراني لن يقبل أن يتحدث عن صواريخه هو بينما يرى خصومه يتسلحون، الإيراني لن يتحدث عن دوره هو بينما يرى في دولة إقليمية أخرى لديها أدوار، يعني هم سيقولون هذا الكلام، لماذا تريدون أن تتحدثوا معنا؟ في آخرين يقومون بما نقوم به. تمام تمام، م. والهدف من إشراك الدول الأخرى في المسار الثاني وليس المسار النووي، م. في مسار الصواريخ الهدف من اشراك دول الخليج العربي في هذا الحوار هو تماما لكي يثير المفاوض الايراني مساله الصواريخ والاسلحه المتطوره التي يملكها الطرف الاخر نعم. فهذه هي الفرصه لإيران لكي تقول لماذا الأف 35؟ لماذا الصواريخ البالستية في إسرائيل؟ إلى آخره، م. في هذا الإطار يمكن التفاوض حول دا. هذه الأمور ومقارنة إذا كان هنالك مجال علمي م. للمقارنة بين طائرة متطورة وصاروخ متطور. <applause> فهذا حل وسط يعني بين ما نعم. يطالب به الجانب العربي وما يطالب به الايراني هكذا تفكر اداره بايدن الان دكتور نبيل قبل ما اعود لمعالي الوزير في الاستوديو هلا حاليا هي في, في طور الانتقال وتحضر اللجان وهنالك اقتراحات تبعث لهم في هذا المجال م. واعتقد أن هنالك امل ان يكون التفكير منظم بهذا الشكل بحيث أن تدرج كل الأمور الذي يجب ان يتحدث عنها الطرفان يستطيع دكتور نبيل يستطيع جو بايدن رفع العقوبات عن ايران سيكون هنالك حوار صعب بينه وبين الكونغرس هنالك اطراف في الكونغرس تؤيد رفع العقوبات واطراف اخرى تعارض ذلك فسيكون عليه ان ايضا هذه يعني مسار اخر مم. هو المسار الداخلي وهو ايضا شائك مم. ولكن اعتقد وسنرى اذا في انتخابات جورجيا في الشهر القادم اذا نجح الديمقراطيون في السيطره على مجلس الشيوخ مم. فسيسهل الامر على جو بايدن طيب مع الوزير هنا في الاستوديو الامارات البحرين تنسقان مع اسرائيل الان للضغط على إدارة بايدن للاشتراك في المفاوضات نسف الاتفاق القديم كليا والاتفاق من جديد العالم العربي دكتور تغير يعني عندما كنت تشتكي في الجامعة العربية من حال التردي العربي ستترحم على تلك الأيام يعني تعتبرها أيام ذهبية بكل تأكيد اليوم المسألة ليست أنه إذا كان هناك دول عربية تريد المشاركة في المفاوضات المسألة تعود أيضا إلى إيران إذا أرادت أن تقبل بذلك أو لا كما قلت من قليل أن هناك أزمة ثقة ما بين الولايات المتحدة وإيران إذ لا يمكن للولايات المتحدة بسياستها المتبعة أن تكيل بمكيالين، يعني عندما أطالب إيران بمفاوضات من أجل الصواريخ في الوقت نفسه إذا كانت أرادت أن تحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، هناك دولة في المنطقة إسرائيل اللي هي مدججة بالسلاح النووي مدججة أيضا بالصواريخ كيف يمكن أن أطلب من دولة إقليمية كبرى لها أمنها القومي تبحث أيضا تريد أن تحافظ على أمنها القومي في الوقت الذي تغض الطرف الولايات المتحدة عن إسرائيل ولا تصدر قرار واحد أو تدينها بعمل ما طب لماذا نريد أن نخضع البرنامج النووي الإيراني للمفاوضات مع العلم انه ايران لم تتلكا بالذهاب الى المفاوضات عام 2015 ولكن هل ترضى اسرائيل ان يكشف النقاب او تفتيش عن البرنامج النووي مطلقا اذا كيف يمكن ان احقق الامن في المنطقه وهناك دوله متمرده على القانون الدولي ومتمرده على وضع معين موجود في هذه المنطقه غربي اسيا. اذا لا يمكن اليوم اللجوء الى بحث عن موضوع معين يرتبط بدوله بايران واغض الطرف عن دوله هي تشكل تهديد ايضا لايران، تعتبر ان اسرائيل هي تهدد المنطقه وهناك دول اخرى مهدده ومعرضه دائما لاعتداءات اسرائيليه. اذا ما يريده اليوم من رئيس بايدن المنتخب هو أن يكيل ليس بمكيالين بمكيال واحد إذا ما أردنا فعلا أن نجنب المنطقة مخاطر حرب ونريد أن نؤسس للأمن يجب أن يكون هذا الأمن لكن دكتور ألا تعتقد بأن هذا الاتفاق أو العودة للاتفاق سوف يخلق انقساما في كلا البلدين يعني انقسام في الولايات المتحدة الأمريكية وانقسام أيضا في إيران و يعني هذا ما سيعقد يعني. المساله اكثر يعني رغم انه نيه رئيس المنتخب انه برغبته العوده للاتفاق النووي لا اتصور ان يكون هناك في المدى القريب اتفاق على الملف النووي الايراني م. لانه في الداخل الامريكي لابد هناك ضغوط ضغوط يعني لوبيات تضغط باتجاه انه عدم اتخاذ قرار يسهل الامر لايران لأ اليوم عندما توقع الاتفاق عام 2015 على الفور بعد التوقيع واعتبر أن هذا اتفاق يحقق السلام وهو اتفاق رابح رابح خرجت إسرائيل وأدانت هذا الاتفاق واعتبرته أنه هذا اتفاق مجين إذا اللوبيات اليهودية في الداخل الأمريكي لن ستعيق ولن تسمح أنه للرئيس بايدن انه ان يتخذ قرارات ملائمه وترفع العقوبات عن ايران لانه المساله لكن انا قلت قبل قليل او اشرت قبل قليل مع الوزير الى انه في قناعه داخل الولايات المتحده الامريكيه يمكن لدى الفريقين ما بعرف اذا كان دكتور نبيل ممكن يصحح لي لكن في في وجهتي نظر حتى داخل الحزبين ان الاتفاق النووي مفيد لاسرائيل لانه يحد من قدرات ايران النوويه أو في وجهة نظر أنه الاتفاق النووي مضر لأنه يعطي إيران إمكانية الراحة أكثر في تعاطيها مع نفوذها. ما هو لو كان في الداخل الأمريكي هناك وجهة نظر واحدة أنه والله م. الاتفاق النووي مفيد، م. على أي أساس هذا الاتفاق النووي مفيد؟ يعني يريدون ليس الاتفاق الذي وقع عام 2015، م. يريدون تعديل هذا الاتفاق. والخروج من هذا الاتفاق لفرض المزيد من الشروط على إيران وتقييد إيران بطرق أخرى نعم طيب هنا دكتور محمد علي مهتدي قد يكون الختام معك في اللحظات الأخيرة لكن في في ترقب أيضا داخل إيران للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أشهر قليلة تقريبا وإذا ما تكرر ما جرى في مجلس الشورى حيث سيطر المحافظون على المجلس نتيجة ما اعتبر من إخفاقات للتيار الإصلاحي الذي يعني يمثل الرئيس روحاني وفريق الرئيس روحاني فإن الأمور سوف تتعقد يعني إذا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية على على شاكلة الانتخابات مجلس الشورى يعني هذا يعني أن المحافظين المتشددين حيال التفاوض مع الاداره الامريكيه سيكونون في الحكم، سيشكلون فريق الحكم وبالتالي الامور ستكون عند ايران هذه المره. هذا ممكن طبعا يعني نحن تفصلنا عن الانتخابات سته اشهر تقريبا خمسه او سته اشهر واغلب الظن ان التيار الاصلاحي ممكن لا يدخل في الانتخابات ولا يرشح اي مرشح ف اغلب الظن الاحتمال الاقوى ان الرئيس المقبل سيكون من تيار المحافظ لكن هذا لا يمنع بالنسبه لموضوع النووي اعتقد ان الجميع متفقون يعني سواء الاصلاحيون او المتشددون متفقون إنه الكرة في ملعب الولايات المتحدة وإذا الولايات المتحدة رجعت إلى ما قبل ترامب ورفعت كل العقوبات عن إيران فحينئذ بالامكان يعني الدخول في المفاوضات. نعم. يعني أعتقد أن حول هذه النقطة ليس هناك خلاف بين. التيارات بهذا السياسية. نختم دكتور الم... محمد علي مهتدي عذرا على المقاطعه وقت البرنامج مشى مركز دراسات الشرق الاوسط من طهران دكتور نبيل خوري الدبلوماسي السابق في واشنطن او الدبلوماسي الامريكي السابق من واشنطن اشكرك ايضا جزيل الشكر مع الوزير عدنان منصور وزير الخارجيه يعني... اللبنانيه الاسبق ايضا اشكر حضورك هنا في الاستوديو بيتر ابي نادر في الاخراج زاير ابو حمد منتج هذه هذا البرنامج القاكم الاربعاء المقبل بمشيئه الله الى اللقاء